كمل من حد توقعات حضرتك النهارده للمباراه وشايف المباراه الماتش صعب. الاتحاد فرقه مليانه نجوم، خلينا نكون واقعيين. يعني طبعا في بنزيما احسن لاعب في العالم، في رومارينيو، في كورنادو، في جالو كونتي، في فرقه ثقيله مش كلام، في احمد حجازي. بس الاهلي كمان فيه، الاهلي فيه الشناوي وفي محمد عبد المنعم وفي الشحات وفي بيرسي تاو افضل لاعب في افريقيا، وبالتالي المباراه معقده جدا جدا جدا. والله قعدت افكر طول اليوم مين اللي ممكن يكسب، ما قدرت اطلاقا اوصل لحسابات فنيه. وبالتالي يبقى توفيق المولى سبحانه وتعالى، ده ربنا رايد له هنقول له مليون مبروك. كابتن مجهز تعليقك للمباراه؟ لا انا الافيهات ما بجهزهاش والله العظيم، لكن هي بتطلع، انا لصنص حقوق وبالتالي الافيه بيطلع لوحده دايما يطلع. يعني نتمنى النهارده تكمني افيهات يا رب للفرقتين ان شاء الله.